وظنت أن الحياء هو الخجل، وبين الحياء والخجل ما بين السماء والأرض، ما بين الثرى والثريا. الخجل هو مرض نفسي حين ترى الإنسانة في داخلها أنها أقل وأحقر وأنها أضعف من تلك الخطوة، فلا تخطوها فتقول أخجل وخجلان. لكن الحياء على النقيض وعلى الضد من هذا، بل إن الحياء أن ترى هي في نفسها تلك الحية أنها أعظم في نفسها وأكبر قدرا من هذه الخطوة أو هذا اللباس، فما تخطوها ولا تلبس ذاك اللباس. فقد روى الحاكم على شرط البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها تقول: وسأترك المجال لتسمعي كلماتها بنفسها وهي تقول: دفن محمد صلى الله عليه وسلم في بيتي، فكنت أدخل وأستغفر الله له وأصلي عليه، ثم دفن أبي. أبوها الصديق رضي الله عنه قالت: فكنت أدخل وأصلي عليهما وأستغفر الله لهما، فلا والله، اسمعي إلى العظماء حين يقسمون، فلا والله ما دخلته قط بعد أن دفن عمر إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر وهو تحت الأرض. إيش هذا التعقيد؟ تستحين من واحد تحت الأرض ميت؟ يا جماعة لا تلوموهم، هؤلاء مثل الذين خلوا من قبلنا، هؤلاء أهل الجنة، وأخلاق الجنة لا تروق لكثير من الناس. هكذا كانت أخلاقهن، فما هي أخلاقك؟ لأجل هذا اسألوا محمد عليه الصلاة والسلام وقولوا له: من أحب الناس إليك في هذه الدنيا؟ سيقول عائشة: تستاهل ربي، تستاهل، تستحي من الأموات، فما بالنا لا نستحي من الأحياء. هذا مثل الذين خلوا من قبلكم، فهل أنتن مثلهن أم مثل المغنيات والمطربات؟